طبعا هي مقبرة الشهداء اللي قدموا فيها الشهداء دم شان حريتنا وكرامتنا. 7 سنين والمدينة عم تقدم شهداء. واخوي احد الشهداء اللي قاتلوا قوات الاسد عصابة الاسد. الشهيد عاصم عز الدين تاريخ 26/11/2012 في معركة عسيلية. من عين الفخر، واكيد كل واحد عنده شهيد له الفخر انه ضحى بدمه. للاسف نحن خجلانين من تضحياتهم اللي قدموها عشاننا. 7 سنين بعدها تهجير، نودع المدينه ونودع الشهداء اللي فيها. اتوقع ان الوحيدين اللي راح يكونوا شوكه لكل شخص وقف بوجه الثوره. هنا ابطال اكثر منا، احنا موجودين هون على الارض اجساده بدمها. نحن اضطرينا نهاجر نترك المدينه هاي، راح يكون عنوان للثوره شاء من شاء وابى من ابى. هي مدينتنا صراحه، نحن تركناها مكرهين. الله يرحمهم ويتقبلهم ونقول لهم سامحوا. هذا اللي يسمى عندنا هون بمدينه الرستان السوق الشعبي او الكراج. الكراج هو عباره عن محلات كانت تجاريه، خضره، كل شيء بيخطر على بال الانسان مدينه الرستان كان يحاول يشتري يجي على الشارع هذا. اهم شارع اقتصادي بالرستان. طبعا له ذكريات جميله عند الاهالي لانه بالنهايه مقصد كان الصبح لتجمع شراء الخضره، الادوات المنزليه، اي شيء بده اياه الواحد. وبالليل كان مثل هون مثل يصير سيران على الطريق. تلاقي الاهالي قاعدين برا ابواب محلاتهم، زيارات. يعني هو الشارع الحيوي وروح المدينه كانت في الشارع هذا. طبعا مثل ما انتم شايفين تدمر بالكامل. شريان مدينه الرسم الاقتصادي والتجاري هذا هو دمروا النظام بكل انواع الاسلحه. فينا نقول طيران، براميل، صواريخ، مدفعيه، قذائف، هاون، ما ظل من شيء. واكبر دليل البناء الموجود اللي هو ملك للناس الموجوده بهالمدينه هي هباء منثور بفعل قوات الاسلحه.